الحمد لله رب العالمين. هم طبعا ابطال ذو القدرات الخاصه، اصحاب الهمم، احنا كلنا اولى ان احنا نهتم بيهم. يمكن دعوه من رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي بالاهتمام برياضه اصحاب الهمم في جميع اللعبات. يمكن احنا عشان عندنا شق السباحه في الزعانف نظمنا لهم قبل كده بطوله في شرم الشيخ وبطوله في سد القاهره، وان شاء الله هنعمل لهم بطوله مياه مفتوحه او مسافات طويله في اسكندريه باذن الله خلال شهر يونيو. نحاول ان احنا نشجعهم وندخلهم جوه المجتمع، لان هم فعلا هم يعني ما ينفعش ان هم يبعدوا عن المجتمع، وهو يحسوا وبيبقوا سعداء جدا ان هم بينزلوا وبيتنافسوا وبيكسبوا، وفي الاخر لما ياخدوا ميداليات او شهادات بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا. والله دي فرصه كويسه جدا ان الاتحاد المصري للغوص والانقاذ قام بمبادره ودعوه فريق النادي الاهلي لذوي القدرات الخاصه اصحاب الهمم للمشاركه على هامش بطوله كاس مصر للغوص والانقاذ هنا في استاد القاهره. وبصراحه يعني عايزين يقولوا ان الولاد دول قادرين ان هم يأدوا باستخدام الزعانف المزدوجه للسباحه اللي هم اتعلموها وبيحققوا فيها بطولات كفريق للنادي الاهلي بيشارك على طول في البطولات. يعني فكره كلها كانت التعليمات بتاعه الكابتن محمود الخطيب من اول ما بدانا هذا النشاط، ان احنا ما نعمل اختيارات للمدربين لازم يكونوا على اعلى مستوى مؤهلين، ودي كانت مهمه جدا. ما فيش حاجه اسمها ان احنا نجيب مدرب وخلاص، لا. ففعلا اتعمل مقابلات للمدربين دي كلها، وخدنا السيره الذاتيه بتاعتهم، وطلع ان هم فعلا ناس محصلين على مؤهلات في المجال ده. وبدات المعامله مع الاولاد بقى ان احنا هدفنا كله ان الولد ما يخافش ان هو ينزل من الميه، ما يخافش ان هو يجي جنب المدرب. لا حقيقي التدريب فعلا، والله والله من ساعه ما بدا النشاط الرياضي التدريب على قدم وساق، لان ان شاء الله عندنا بطوله كاس مصر في 4-4، والكابتن قايمين بالواجب بزياده. احنا عندنا اقوى جهاز فني الحمد لله، وده شرف لينا. والله ما ابتدوا معاهم بالتدريج وبالتحفيز وبشويش وبشويش لغايه لما ابتدوا الولاد ترجع لمستواهم القديم شويه شويه، والحمد لله عملوا في بطوله الجمهوريه حلو قوي الولاد كلهم، وان شاء الله ان شاء الله في كاس مصر يبقوا حلوين برده بنفس الاسلوب واحسن ان شاء الله. اليوم جميل قوي بصراحه، والعيال مبسوطين جدا جدا، هم ابطال وسباحي نادي الاهلي للقدرات الخاصه، هم كلهم ابطال جمهوريه، واحنا انبسطنا قوي قوي بدعوه وتقدير الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ان احنا ندخل معاهم الايفنت النهارده، وان شاء الله تبقى حاجه بوابه جديده ان اولادنا يدخلوا في باسم نادي الاهلي يدخلوا في الموضوع دايما يعني بالتعانف. شغالين كويس جدا، الولاد مركزه جامد جدا، نسبه الحضور والمشاركه في التمرين بتتخطى ال 98%. اولياء امورهم كمان، اولياء امور كمان عاملين مجهود جامد جدا للحفاظ على الولاد وعلى صحتهم الفتره اللي فاتت. اداره النادي، اداره النادي موفره لهم كل الامكانيات، الاماكن التدريب، التعقيم لاولادنا.